أصبحنا وأصبح الملك لله. ها نحن هنا معكم وبينكم نتعلم منكم. أحيانا نواجه مواقف صعبة بنظرنا وسهلة بنظركم، ولكن نحن مبدعون بطرق أخرى. بتعاونكم معنا سترون مدى حرصنا على عملنا ومدى انضباطنا. ماذا نريد؟ الفرصة لنثبت نفسنا ونساهم في بناء وطننا. فإذا احتجتمونا خدمناكم بكل حرص. شكرا لحسن استماعكم. لا تنسونا.